الكتاب اهو معايا، يعني أستاذة أمل إبراهيم الشامي، كتاب ابن أمه. الكتاب ده فيه إيه بقى؟ قصص ولا فيه إيه؟ ولا بتحكي عن ابن أمه إزاي؟ ابن أمه بدأت معايا إن أنا كنت موجودة في إيفنت، وكان في سيدة أنا بحبها جدا، هي اترملت في سن صغير جدا. كان عندها بنت عندها سنة ما شافتش باباها، وعندها ولد وبنت هما دلوقتي دكاترة. بسم الله ما شاء الله. فهي شقيت عليهم. فواحنا في التجمع ده البنت الصغيرة عملت حركة كده بمنتهى الكرامة يعني، وكان فيها شياكة. فقامت قايلة بنت أبوها صحيح. فقلت لها يعني بنت أبوها ده أنت شقيانة عليهم. ليه بنت أبوها؟ فعشان كده عملت ابن أمه، اللي هو كل أم أنت لازم تفتخري بيها. والأم مش اللي خلفت فقط، لا، الرب، الجدة، المدرسة، مديرة مدرسة، كلها قصص حقيقية مش من وحي الخيال، كلها حاجات حصلت فعلا. يعني دي قصص حقيقية حقيقية حقيقية. ده نص الكتاب. النص التاني أمثال شعبية. جمعت موسوعة من الأمثال الشعبية. الأم دايما عندها منهج، يعني لازم في كلمة، لا على رأي المثل دي كلمة في بق كل الأمهات. صحيح. أنا كنت متخيلة أنها في يوم من الأيام لما هكبر مش هقولها، لا لا، بس كلنا كنا متخيلين ان احنا مش هنقولها وبعدين بنقولها كلها. الامثال اللي هو على راي الحاجات اللي بيقولوها كانوا بيقولوها امهاتنا. بالظبط، انت بتستعمليها من غير ما تحس. صح. في نماذج كتير. الام المقاوحه، الام اللي هو ابنها ده عندها خط احمر. في كمان الام اللي شايفه ابنها ما بيغلطش. وفي الام، كل الامهات صح، كل الامهات على حق، كل ما فيش ام وحشه، في ام ما توفقتش، في ام غصب عنها، في ام حطت في ظروف، في ام انت من يوم ما انت بتاخدي قرار واختيار انك تكوني ام، انت موضوعه دايما تحت ضغط. صحيح. اما الظروف المحيطه او ظروف عقليه انت تربيتي ونشأتي عليها. طب أستاذة أمل، لو قلنا يعني الأمهات لو اتحطت في ظرف، أو زي ما قلتي مثلا مثل إن هي اترملت، فقررت إن حياتها تتمحور غصب عنها، مش بمزاجها، غصب عنها حياتها تمحورت في ولادها، بقوا هم كل حياتها. فلما بيكبروا يوصلوا لسن ان هو خلاص هينفصل ويبدا حياته هو لوحده، تحس ان حياتها خلصت. ده حقيقي. فبتبدا تتدخل غصب عنها، هي اتعودت ان هو كل حاجه. طبعا الوعي دلوقتي زاد انه الست يبدا يبقى عندها حاجات تانية في حياتها عشان لما توصل للسن ده، بس في غصب عنهم، فبتبقى معتمده عليه في كل حاجه او مستنيه الاهتمام منه. انا عايز اقولك ان الحالة دي غصب عنها بتتدخل في حياته، مش ان هي شريرة، لا، هي مش متقبلة ان هو خرج من حياتها. وعايز اقولك ان الحالة دي بالذات هي اكتر حالة لا يختلف فيها لا مستوى مادي ولا مستوى اجتماعي ولا اي حاجة. الام ام، بالعكس، ده انا عايز اقولك ان هي مش بس بتتدخل، ده هي بتتخيل مواقف، يعني ممكن ان هي تختلق موقف ما تعملش، وعلى حسب بقى الناس اللي حواليها، اما انه في صديقة مقربة فهتردها وتقول لها لا الدنيا مش كده، او انها اصلا مش فاضية، يعني هي لو بتشتغل او حياتها مليانة غير واحدة ما تشتغلش، دي حاجة تانية خالص. بالظبط. العمر، لو هي كمان كبيرة في السن شوية الدنيا بتختلف، لو هو ملوش اخوات خالص الدنيا بتختلف. لو هو ولد وحيد بالظبط. فهي مش مساله لو تدخل. هو ولد وحيد، عارفه انا عايز اعمل ايه؟ ما تيجي تقعدي هنا. يعني انتوا جايبين الفقره دي يا ام علي، فتعالى. لو هو بقى ولد وحيد وما حلتهاش غيره، يعني تعمل ايه طيب؟ بس خلينا نتكلم على الايجابيات، يعني احنا هنا بنتكلم على نماذج، هحكي لكم على نموذج. اتفضل. في ام
عظيمة مديرة مدرسة للراهبات. جات لها حالة، الحالة دي هي كانت ولد عنده ضمور من الصغر، يعني حياة خاصة. عملت ايه؟ خصصت فصل، الفصل ده بتاعه من البيبي كلاس للثانوية العامة، وخلت معاه أولاد قليل الحركة، شالت من عنده الحصة بتاعت التربية الرياضية عشان ما يحسش ان هو اقل من اي حد. اختلاف، جابت لهم مبرمجين يعلمهم برمجة كمبيوتر. الولد ده في سن 12 سنة شارك في مهرجان معروف للسينما.